السلام عليكم متابعين قناه الطبخ مع عزلة عبد الكديرين. لاباس عليكم؟ كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل وعلى السؤالات وعلى الكلمه الطيبه. الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم كاملين بدون استثناء. والعبدي راه مغربي من القاح. المهم الحمد لله، الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء وشي شبعه ديال الشتاء. الوقت واقفة، نطيبوا معكم عطيه بالخيمة تحت الطلب العديد واحد ديال الاخوات، وصرت واحد الاخت مسكينه ديما كتلاح عليا والله ما عرفتها منين، تقول لي ابو العبدي بغينا داكشي الجاري ديال مواليات بكري. هو بنيتي مواليات بكري من غنجيبو ما تما تعصرنا تما، ولاو تابعين لا مود، ما بقاوش تابعين تما داك الشاورما وتابعين داكشي ديال طاغوس وتابع، مبقاوش بنيت نقارضو العيالات. عمو مسكينة مات لا تقاداش، أنا ملي ماتت لا ضرتها الله شاهد عليا تقلبت على الآية، مبقاتش ديك مولي كنت نعرف حق الله العظيم. تحية لأمي اللي والداني والله يرحم مرتبة اللي مربياني مسكينة، الله يرحم مرتبونا ويرحم جميع الأموات المسلمين كاملين ويرحم با. تحية للعيالات الكبارات الميمات ديولي، ميمات المغرب اللي برا واللي داخل. التحرمية ديال الطيب راني تعلمتها منكم، القوالب وهاد هاد الأسرة كنقولو اليوم براتيك، كنا نقولو القوالب. المهم سي مهمتي بركوكش، شوفوا بركوكش كله وطريقته كله وطيابه كل ويدي، اللي بغى يدير تقاشر يديرهم، اللي بغى يدير ميكا يديرها، اللي بغى يدير اللي قات يديرها. المهم انا غنوريكم طريقتي، نوريكم كيفاش تبركشو بركوكش، كيفاش تفتلوه، كيفاش تجمعوه، كيفاش تكسكسوه، كيفاش تفوروه، كيفاش تكرموه، كلشي كاين الطريقه ديالته. من مدينه لمدينه الاطباق كتختلف، ومن دار لدار الاطباق كتختلف، ومن ايد لايد الاطباق كتختلف. راه دار كنعيشو فيها مثلا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 30 واحد، راه يد واحد ما هو بحال واحد، كل وبنته فيدو كل وطريقته، الافكار كتختلف. المهم انا كنجمع لكم داكشي القديم ديال التراث اللي كان اللي كانوا الناس عايشين به ببساطة، عارف شي الحويجات اللي دراوش ديال الناس دراوش من والو، نديرو كلشي ونوفرو كلشي. اليوم هاد الزمان راه حنا الناس ولات باغا تعيش كثر من بغات تعيش كثر من اللي كتصور، كتعيش وتعيش مخنوقه، تعيش وتعيش مقجوجه. ملي اختي تنقج راسي ما عنديش ما خاصنيش الحمد لله، ما جلحقش واحد الحاجه ما نجيبهاش، علاش انا غنمرض راسي وغنبرزط راسي ولا خاصني نكون؟ لا نجيب داكشي اللي عندي، واخا يجي عندي ضيف عندي باش نضيفو غنضيفو، ما عنديش راني نعمر لي كاس ديال اتاي ومسيمنه ولا مليويه ولا مخماره ولا عن الخبز ديال السوق ودايزه القضيه. مال بنادم اي بنادم يوفر الوقت، ما الوقت راه زايده وتأزم، الوقت راه زايده وكتأزم حق الله العظيم، لا الوقت زايده وكتأزم. شي الفلوس راه ما بقاتش عندها الشان، ما بقاتش عندها القيمه، راه غتولي واخا الوراق تعمر بيت قد هذا صاله ما بقاتش غادي تتصرف. ضربوا راعيو ضربوا راعيو ضربوا راعيو والله يصاوبوا صافي الله يصاوب. المهم دخلوا البركوكش، دخلوا دخلوا العيالات غيعجبهم بحال العيالات الكبارات. المهم الوسطانيين غادي تما شويه غيبدا يعجب فيهم الحال، الدريات الصغارات غيحلوا فيهم وما يعرفوش هاد الماكله امتى تصنعت امتى تختارت. هادي بنيتي هاد الماكله صوت انا عام عقيز بن نقيز، العام اللي كان طاحت الرعده عندنا في الراويه، هذاك العام قوز قزح ولا بالليموني، ما بقاش فيه سبعة الوان ولا بالليموني بوحدو، شق من الواد البراج. العام ديال ما عرفتش كي كيقول العام التقسيم ديال هذيك البرتغال، اش كيقول البرتغاليين تقسموا، البرتغال تقسمت صافي، الوقت ضرب الخلا من حرب العراق وحنا راجعين مرشريه. ميمتي على قلبي غا يسكت. يلا المهم دوزو 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 تحلمو بركوكش، راني باقي حي باقي ما متش،
المهم الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، ربي يصوت ويعفو المؤمن المصاب ونجمعوا معكم شويه وصافي. هذا وليك راني الله فقت بركوك وش راه دار وتكل، وهنا يلاه فقت واحد شريك ديال الخبز، فندور ديال الخبز، واحد تغميسه ديال سميتو املو بالزيت رقان. كان صيفطت لي واحد السيده من الشياط، ما تحيه لها، الله يحفظك متزيت العود درت هو يضر في المصران ممنوع، ما قربت كاع لي مع اللانه. دخلوا على بركوكش، دخلوا بركوكش. الله كون ما حشمت من الجيران كوني غوت ماشي لا يلا مرحبا بكم. ما نبينش لكم المريض ومهدوم وشاد فراش، لا شوفوني باعنا صورة تلقى صبر ربي تا هو لقاه باحسن وجه. كذب عليكم، انا ماشي داك النوع اللي كييأس ويتفرش. ها هي مهمتي. نسألكم الدعاء لينا ولجميع العباد، انا ندعي لكم وانتم ادعوا لي وحنا ندعوا لبعضياتنا حتى العد مرشي. مرحبا بكم. بالنسبه للبركوكش هو هذا كيف ما كتشاهدوا، هذا هو مصوب من قبل، بركوكش او المحمصه كل واحد كيفاش كيسميه. بركوكش كيتفتل باليد والمحمصه كتصوب بالمصانع، المهم على الطريقه ديال الزمان. المكونات ديالها هما كتصوب من السميد ومن الدقيق ديال القمح، كيتفتلوا بحال كنفتلوا الكسكسو وكان مع التغربيل كنغربلو. ديما الغليظه كنحافظوا بها والرقيقه كنعاودوا نكسكسوها غير بالماء عاديه، حتى وكان كتعطينا هذا الشكل ديال الحبات كبار. بالنسبه للمكونات ان شاء الله اليوم باش غادي نصوبها، غادي نصوبها بشويه ديال التقاطع ديال القديد كيف ما كتشاهدوا، تقيطيقات ديال القديد وقطيعات ديال اللحم. الا ما بغيتوش ديرهم بلاش، ولكن بالنسبه للبرد هذا ماشي مشكل. هنا بالنسبه للعطريه ان شاء الله سكينج خرقوم بلدي، سكينجبير، الزعفران، الملحه، القزبر، يابس. هنا غادي ندير القليل من المساخن الا ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش. المراه الحامله يستحسن تفاداهم، المراه اللي عندها الطونسيو او الراجل اللي عنده الطونسيو يتفاداهم. هذه نصيحه من عند باكم العبدي. وما تبقى من المساخن غادي نضيفهم ان شاء الله من بعد ملي غادي نبغي نرمي المحمصه. هنا كيبقى عندي شويه الفول اخضر وشويه الجلبانه، اللي بغى يضيف حتى الحمص يضيفه، المهم الحمص انا ما بغيتوش. غادي ندير الفول يابس، وغادي ندير حبات من الحلبه، وغادي ندير شويه ديال العدس وشويه ديال حب رشاد والصانوج. الصانوج حتى هو سخون، ردوا البال منه الناس ديال الطونسيو، يعني الا ما بغيتوش ديروا الصانوج الصانوج بلاش. حب رشاد حتى هو راه سخون الا ما بغيتوش ديروه بلاش، تكتفيوا بهاد المكونات بس. هنا عندي بصله خضاريه حتى الجوجات على حسب الحجم، انا خديت جوجات هنايا مميانات. هنا واحد القبطه ديال القزبر فقط. هنا واحد ثلاثه كركوبات ديال المطيشه مطحونات، وهنا واحد المعجون ديال الطماطم. هنا قرينات ديال الفلفله كيبقاو اختياريين، ولكن كيعطيو واحد الطعم اللي هو خطير ولذيذ. وبالطبيعه السمن حار في قدره باكم العابدين، وزيت مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت النباتي، مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت النباتي. ان شاء الله هنا على بركه الله المكونات هما هادو. الطنجره فاش غادي نخدموا ان شاء الله، الكسكاس فاش غادي نفوروا، ومرحبا بكم كاملين. والمقراج ضروري غادي نرد يطيب باش نمرق. هنا كيف ما كتشاهدوا خديت الطنجره ديالتي، هنا دابا ان شاء الله باش غادي نضيف واحد الكميه ديال نص كاس ديال مزيج ما بين زيت الزيتون حتى الكاس لا ربع على حسب الكميه اللي نتوما عندكم. هنا كناخذ البصله كنوضعها في الطنجره مع القليل كي قلت لكم ديال الزيت على نار مهيله، ونخليها تدبل ما تحرقش غير تدبل، وهانتوما معايا ان شاء الله. هنا ان شاء الله دابا كيف ما كتشاهدوا البصيله ديالتنا هي دبلات، كي قلت لكم ما نخليهاش حتى تحرق. هنا ان شاء الله دابا بسم الله باش غادي نضيف ليها القديد، وغادي نضيف ليها قطعه ديال اللحم
اللحم شرائح صغيره او بحال شكل قطبان، المهم كيف ما كنديروا الحريره. حنا كنشحروه مزيان في الزويته مع ديك البصيله، باقي ما درتش العطريه باش العطريه ما تحرقش ليا كيف ما كتشاهدوا. وهذاك القديد حتى هو يطلق داك الليدان ديالو. هنا ان شاء الله هانتوما الحيمه ديالنا مع القديد هما تقلاو مزيان. هنا صافي ان شاء الله باش غادي نزيد دوك البهارات او العطريه. بسم الله، سكنجبيل، خرقوم، بلدي، الزعفران، الملح، شويه ديال الابزار، الابزار عفوا راني واقيلا ما ذكرتوش لكم، المهم الابزار والملح وشويه راس المساخن. هنا كيف ما كتشاهدوا كنشحروهم مزيان. دابا ان شاء الله باش غادي نضيف لهم واحد شويه ديال السمن. هنا كيف ما كتشاهدوا القليل من السمن. ما تخلوهاش تحرق. صافي دابا ان شاء الله هنا باش غادي نضيف مطيشه. كيف ما كتشاهدوا هنا غادي نضيف مطيشه. بسم الله. مطيشة حية، يعني مطيشة كركوبة مطحونة. خلاتها تشحر مزيان وهانتوما معايا. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما غتشاهدوا، هنا راني شعلت البوطة على الكسكاس ان شاء الله. دابا باش غادي كيف ما كتشاهدوا باش نفور دوك البركوكش ديالنا. هنا هانتوما مطيشه هي تقلات. البنات اللي كتسولوني على قديره باكم العبدي واش حايله ولا ما حايلاش، باكم العبدي لما كان السم الحايل ما كنستعملوش. هذه راه حايله ليها 3 سنين مع الفلاش ما غاديش تبان لكم. هذه راه ليها 3 سنين هذه كيف ما كتشاهدوا. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف دوك الدروز ديال الثومه، درتهم صينين. ثم اللي بغيتوا تطحنوهم طحنوهم، انا حاجتي غير في البنه ديالتهم مع مطيشه مجونه. هنا باش غادي نضيف القبطه ديال القزبر كيف ما كتشاهدوا، وهنا غادي نضيف الفول، وغادي نضيف الجلبانه كل شيفتي، ونحاول نشحر هاد المكونات كيف ما كتشاهدوا بهذه الطريقه. تبعوا غير باكم العبدي وما تخافوش، وسمحوا لي الا كانوا الفيديوهات طوال ولكن ما كنبغيش نقطعهم. ها انتم ها وسهلا، لا 5 دقائق ولا 10 دقائق انا ما كتكفينيش. انا ما كرهتش نخدم معكم على المباشر قسما بالله، ونتمنى شي اذاعه من الاذاعات الكبار عندنا في المغرب ديك امي وخالتي يستضيفوني شي ليله، واخا عالي لا في العمر ولا غبا تجيب باكم العبدي الموت مرحبا. عاش الملك والشعب المغربي. ضحكتني واحد البنت قالت لي راه خصك حتى يصادفوك ابنيتي، راه ما يصادفو حتى فاهم باك العبدي اللي غيعطي من المفيد والاسرار الطبخ التقليدي المغربي اللي محافظ عليه مازال دابا. راه ما عندهم ما يديروا ما بالتراث، عندهم اخبار فروسكم. المهم مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي قليت. شوفوا البنات والولاد والرجال حتى انتم راكم متبعيني، السر ديال اي وصفه واي طنجره واي طبق غادي تقدموه ديما التقليه. المذاق كيكون في التقليه، في هاد التشحيره الاولى. الا ماشي ما يعني ما خداتش طنجره التقليه ديالتها في الاول على حقها وطريقها، راه ما غاداش تطلع لكم الماكله، كونوا متاكدين. هنا بسم الله على بركه الله. دابا باش غادي نمرق، انا مازال ما ضفتش العدس والحلبه والفول كيف ما كتشاهدوا. ريتما هادوك ما يعني ما بالنسبه لي ما غاديش ياخذوا، بالنسبه للفول والحلبه والصانوج وحب الرشاد ما كياخذوش الوقت كثير. هنا صافي غادي نمرق، نسد على هاد المكونات. طيب هنا ان شاء الله باش غادي نضيف عليهم العدس، هذا ديال كندا، العدس ديال البلاد طياب كيهز طياب اللي كيكون كناكلو حنا ديال المغرب، راه عندي ولكن ما بغيتش نديرو، كيتبدل حتى في اللون ديالو. هنا باش نقدر نوريه لكم عندي واحد شويه في واحد القرعه. هنا هانتوما هذا ديال البلاد وهذا ديال كندا، باش تشوفوا الفرق.
هنا هذا كي قلت لكم ديال البلاد، هذا ديال ارضنا، هذا زارعينو حنا في بلادنا، وهذا ديال كندا شريتو. علاش كيليق ليا بحال هاد الوصفات؟ يعني كيسرع ليا العمليه ديال الطبخ. هذا كيهز الطياب، الا كان عندي الوقت كندير هذا، كنت مدروك كنخدم بهذا. الحلبه راه دغيا طيب، الفول دغيا طيب، حب الرشاد راه كيتلاح حتى الاخر، هو الصانوج. المهم ان شاء الله دابا باش غادي ندوزو ونقفلو على بركوكش ديالنا. هنا كي قلت لكم بركوكش هو هذا بهذا الحجم، السميد الغليظ باش كيتصوب بالسميد الغليظ. دوش على باكم العبدي راه مضروب في الصبعه، ولكن اش بغيت ندير، السميد الخشن او السميد الغليظ باش كنكسكسوه مع واحد القليل من الماء بحال هكايا، وكنبداو نطورنو فيه بهذا الشكل بحال هكايا. انا غنوريكم غير الطريقه بواحد الكميه اللي هي صغيره، وانتم غادي تكملوا ان شاء الله من روسكم، والفهم راه كيفهم. الا كان الشرح كافي راه غادي تفهموني. هنا كناخذ واحد شويه ديال الدقيق، كنعاود نطورنو معاه بحال هكايا، كيف ما كتشاهدوا، مع واحد الرشه ديال الماء. دائما كنقولوا حنا زيد الماء زيد الدقيق، هانتوما، وديما ملي كي ها بحال هك كيتفتل، كيولي ساهل باش يتفتل ليكم. البنات اللي في الغربه ما لقيتوش بركوكش، السميد والدقيق ديروا غير الفورس، رشوا غير بالفورس طورنوه. هانتوما هو كيبدا، ما حدو هو كيتسمد، وكترشوا بالدقيق وهو كيشرب. كتحاولوا ثاني كتزيدوا واحد شويه ديال الماء بحال هكايا القياس، كتفتلوه بهذا الشكل هكا مع واحد رشيشه ديال الدقيق، وكتبداو خدامين. انا وريتكم الطريقه، وانتم ان شاء الله، وكيتحك في الطبق، كيتغربل بالغربال ويتحك في الطبق. المهم انا غير وريتكم الطريقه ان شاء الله، انتم بحال هكا ما تخافوش منه، ديما رشوا الى بان لكم بحال فزاق، اعطوه شويه ديال الدقيق باش كيشرب، ومنها كيتجمعوا دوك الحبيبات على بعضياتهم. ها انتم باكم العبدي شتو صافي، انا غادي نكملوا وهنا معكم باش نوريكم الطريقه كيفاش ديروا ليه. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا هانتم كيفاش درت ليه. هنا كناخذوا الغربال ديال الزرع، الغربال ديال الزرع ديال السلك، يكونوا العيون ديالو واسعين، ماشي ديال الكسكسو، لان كيكون ديال الكسكسو كيكون عيونه شويه رقاق على هذا. بالنسبه لهذا ديال الزرع، ها هو عندي صغير، ولكن انا كنخدم به الكسكسو في بعض الحالات. هنا كناخذ طبق مع الغربال كيف ما كتشاهدوا هانتوما، بسم الله، هانتوما باش تقولوا باكم العبدي. ها شوف هذا هو بركوكش، ها صافي. هنايا كتخلوه مثلا، كتبقاو مستمرين على العمليه. هذا الا بغيتو هذا الرقيق، هذا راه تشدوه تخبوه سميد، تفوروه حتى هو كذلك ومثال، وديروه سميد ديال الكسكسو، تعزلوا الغليظه بركوكش. وبالنسبه لهذا يعني عصفورين بحجر، ها انتم طورنتو السميد ديال الكسكسو اللي غادي نتصوروا به الطعام بالخضره، وفي نفس الوقت وجدتو بركوكش. هذه طريقه سباكم العبدي، نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. ها انتم بالنسبه لهذا راه مفور ومكرم، وبالنسبه لهذا ها هو باقي اللون ديالو صفر، ها انتم كيف ما كتشاهدوا، يعني يتفور ويتنشر فوق الزار في الظل ويتكرم، والوقت اللي بغيتوه تلقاوه. ما عندكش السطح نشريها فوق الميده في الصالون، ازار فوق الميده ونشري. انا والله القسم الا كنشر الكسكسو الخماسي او الكسكسو ديال الطاحونه ديال البلاد ديال القمح، كنشرو في الصاله، ماشي مشكل عندي. انا حتى عندي الدار السفليه صاده الزنقه، السطح عند الجيران الفوق ما كنبغيش نطلع ليه، الدار المشروك قال لك الوجير المشروك ما عمره يتغسل، هذا هو اللي كاين. المهم هانتم ها بركوكش ديال باكم العبدي، ومرحبا بكم والف مرحبا. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، يا زيت زيتون يا زيت نباتي، بسم الله على بركه الله.
كندهنوا صافي. بعد ما كندهنوا بسم الله كنردوا الكاس الفور. كنفورو مزيان ونرجع نطل على المكونات. ديما الملح كتبقى على حسب الذوق. قلبوا الفول مع الجلبانه الى كان دخلهم طياب. هانتوما هنا بسم الله غادي نضيف العدس. انا قبيله راني قلت لكم غادي نضيف العدس وريتكم نسيتو. المهم ماشي مشكل، قلت لكم دغيا كيطيب. هنا ان شاء الله الحلبه، الفول، صافي نخلي المكونات كامله كطيب. هنا نسد عليها. بالنسبه ل المحمصة نخليها طيب مزيان تقريبا واحد ثلث ساعة 25 دقيقة، ما عندناش مشكل حتى نص ساعة ماشي مشكل. كيف ما طابت هنا مزيان باش ما تلصقش لينا هنايا وما تفرتكش وما تعصدش. طيابها هو هذا، هي راه ديجا فايرة ولكن باكم العبدي غادي نعطيها حقها في الطياب باش ما تجيش حتى تضر في المعدة أو المصران. ايوا باكم العبدي راه دار دارت لي خدمه. يعني سنكمل في بركوكش كيف ما كتشاهدوا. ديما الطبق راه كيعاون. هانتم راه طبيق صغير راه ماشي طبق ديال بصح، والدار اللي ما فيها طبق ما دار ما والو. تبعنا الخاويات وخلينا نسينا الغرابل. انا بواحد العام مشيت فورت عند شي ناس طعام ما عندهمش الغربال، الله شاهد عليا. ماشي ما عندهمش الغربال، مشرق من هنايا كاين ولكن مقطع. اضطريت انني نغربل بالكسكاس. واش غادي ندير؟ غربلت السميد ديال الكسكسو بالكسكاس، التغربيله الاولى اللي غن يعني غنسمد عليها، والثانيه ملي بغيت نعاود غربلته بالكسكاس، كسكاس كبر من هذا، وبقيت يعني ماشي شي كسكسو كثير، المهم غير واحد الكميه. بقاو عا كيشوفوا العيالات اللي داو جابوا في الايام، قال لي العبدي ساعه كيقولها عز ما كاين لا عبدي لا والو. عز وليدي حنا دينا وجبنا في الايام ومعمر هاد الفكره ديال التغربيل بالكسكاس عرفنا ليها. خواتاتنا الجاليه ما عندكمش الغربال غربلو بالكسكاس. هانتم ديما بحال هكا. انا راني كنصور باليد وكنسف باليد. هانتم شوفوا بالكوكش باش تشوفوا عن قربه. ديما الرشان ديال الدقيق ديال القمح باش كيجمعوا كيكبر دوك الحبيبات كيتفتلو. هادي هي المحمصه ديال مولين بكري او بركوكش، كان يقول لي بركوكش كيتبركش. السر ديال بركوكش او الكلمه ديال بركوكش هي هادي. انت انا دوقول كندير بركوكش لا كتي باك العبدي دايز في المدرسه ديالو. مرحبا بكم. نقلبوا نشوفوا 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 خاي الزوف نوصل مع بطاطا. هانتم صافي العدس تقريبا هو قريب يطيب. هو العدس عيبان لكم بدا يطلع عرفوا راه جاي يطيب، غير من الشوفه ملي كترموه الا كان ثقيل كيحتل، كان خاوي كطلع بالطبيعه، ولكن ملي كيبغي يطيب او يطيب كله كيبان لك راه العدس طلع لفوق. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما فارت فار بركوكش ديالنا انا حيدته درته في القصري باش يبرد. صافي هنا غادي نقلبوا الطنجره ديالتنا. المكونات هنا ديما ذوقوا الملح وذوقوا البزار. شوفوا اللي كياكل الحار وبغى يدير شويه السودانيه، السودانيه ماشي الهريسه، الهريسه لا علاقه لها بهذه الماكله. السودانيه الحره يعني الفلفله مطحونه حاره بحال التحميره بحال النيوره. يديرها اللي ما بغاش يكتفي بهاد الكرينات ديال الفلفله. هنا هاني غادي نرميهم
وهنا في هنايا ان شاء الله باش غادي نبدا نرمي في المحمصه ديالتي هانتوما بالتدريج او مره، ولكن ضروري ما تحركوها باش تطابق. ونتمنى الطبق ديال اليوم من الاعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بخوتي المغاربه. مره كتبقاو تحركوا فيها بحال هكايا، الا شفتوا هي بست لكم او شربت ديما الماء يكون المقراج حداكم، راه المشاعل. وملي تقربوا طفوا عليها بحال دابا ان شاء الله انتم غادي ندير ليها الصانو داك اش يقولوا ليها، المهم تيمشي ليا حبر شاد. هاد الماكله راه اللي فيه البرد ديال الظهر، ماشي غير ديال الحول، ماشي الظهر، الظهر ما يبقاش فيه. وهنا غادي نزيدها الصانوج او الحبه السوداء، كتعطيها واحد المذاق اللي هو خيال. هانتوما باكم العبد يعلم اللي ما بغاش يتعلم. هنا صافي نتلاقاو في طبق التقديم وتابعونا ان شاء الله. بالنسبه غتسولوني شحال ديال الوقت، شوفوا بركوكش او اي حاجه فيها المعجنات، هو هادشي تليبات ما يرضي عليكم، من غير المكرونيه مثلا مطيشه او سباغيتي اللي عندها واحد الحد، تبغي شويه ما تعجنش. بالنسبه لهادشي اللي كيطيب في الجاري ضروري ما يطيب، لا بالنسبه للتدويره ديال الحريره او بالنسبه لهادشي اللي كيكون فيه مطيشه مثلا، خصو يطيب باش ما يضركمش في مصرانكم، لان فيه الدقيق وفيه السميد ديال القمح. ردوا البال سيرتو الدقيق كيكون خضر خصو يطيب. الحريره حتى كتحيد هاد الكشكوشه البيضاء، شوف طياب ملي كتحيد هاد الكشكوشه البيضاء كتولي مايله للحمريه او حمراء او ما تبقاش، تما عرفوا الماكله ديالكم راها طابت، يعني هاد الكشكوشه كلها نشا، هانتوما كلها نشا، والنشا خصو هنا يطيب. قلت لكم وضروري مع تحراك المستمر باش ما تلصقش لكم في القاع هانتوما. وإلا حسيتوا بطنجرتكم شربت وباقة ما طابتش لكم المحيمصة كيف ما كتشاهدوا، ديما الإنسان يقلب الحبة ديال الاسمو، قلبوا بيديكم إلا بانت لكم يعني رطابت صافي راه تما راه نجحت العملية. والسر ديال الكشكوشة إلا حيدت من الماكلة، الماكلة طابت مليون في المية. هانتوما ها الكشكوشة كتبان لكم بيضاء، إن فوا كتحيد من الماكلة، الماكلة طابت. ما تسولوا على حتى شي واحد، لا طالب لا طبيب، حتى باكم العبدي ما تسولوش. مرحبا بكم، نتلاقاو في طبق التقديم إن شاء الله وتابعونا. ما عمركم تسدوا الطنجرة هكا، ديما خلوها مبسمة بالمغرف بحال هكايا. هنا قبل ما نقطع البركوكش اللي صوبت معكم باش ما يضيعش، المهم انا باش غادي نرد فيه الفوره، طلع فيه الفوره وغادي نحافظ عليه، يعني نخليه نشرو ونخليه تيكرم ونحافظ به فشي قرعه ولا فشي حاجه، حتى وكان نبغي ندير نفس الطريقه او نديرو بالحليب. هذا كيجي ثاني بالحليب، المره الجايه ان شاء الله نشاركو معكم بالحليب، تابعونا ان شاء الله. هو هذا بركوكش اللي صوبت معكم، ولكن غنشاركو معكم هذه النوبه بالحليب، طريقتي باكم العبدي ديال الناس زمان. الحليب واش معاه؟ ماشي غير الحليب وبركوكش، لا الحليب واش معاه؟ بعض المكونات، تابعونا ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشاهدوا الطبق ديالنا ديال البركوكش هو هذا، انتوما كيجي حبه حبه، ما كيجي لاصق ما حتى شي حاجه. الفول هو هذا، والجلبانه ها هي كتبقى صينه كيف ما كتشاهدوا، قطعات ديال اللحم ما كيذوبو ما والو، حب رشاد الصانوج، وكل حاجه كتبقى على حقها وطريقها. بالنسبه للبركوكش اللي فورت هو هذا، ضفت لي واحد شويه ديال الملح، الملح كتحافظ لي على الطراوه ديالتو وما يبخش ما حتى شي حاجه. هنا ان شاء الله هذا باش غادي نشرو، غادي نخليه غير في هذه القصيريه لانه غير قليل. وهنا واحد البراد، اتاي، الشعره ديال الصحراء بالزعفران، بسم الله هانتوما. ومرحبا بكم، ونتمنى الطبق ديال اليوم من الاعجابكم يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم.
ومرحبا بخوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم.